السيدات والسادة، تأتي موضوعات التكنولوجيا والتحول الرقمي ضمن الأولويات الرئيسية لأجندة 2063، حيث تهدف الدول الإفريقية إلى ربط القارة من خلال مشروعات البنية التحتية عالية المستوى في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونسعى الآن إلى إقامة شبكة قوابل أجيال ضوئية متطورة لربط الدول الإفريقية ببعضها، وتطوير كفاءة نقل البيانات بين الدول الإفريقية والأوروبية من خلال شبكة توابل تمر بالأراضي والمياه الإقليمية المصرية. وقد تم في هذا الشأن تدشين مشروع الشبكة الإلكترونية الإفريقية في مجالات التعليم والعلاج عن بعد، باعتباره أحد المشروعات الرائدة في القارة والمرتبطة بأجندة 2063. تعول القارة الإفريقية على شركائها في أوروبا والعالم للتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات ونقل وتبادل الخبرات في هذا القطاع المهم لتعظيم الاستفادة منه وإنشاء جيل جديد قادر على قيادة برامج التحول الرقمي وإدارة أنظمة العمل في البيئة الرقمية، بتمكينهم من كافة مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف أطرافها كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها الكثير. وفي هذا الإطار تتطلع دولنا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال التحول الرقمي وتيسير شروط الائتمان الإفريقي سواء في الإطار الثنائي أو من خلال محافظ مؤسسات التمويل الدولية الأمثل على الصعيدين المحلي والقومي. وعليه وقد سعت مصر ونجحت في استضافة معمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي، والذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتعزيز قدرات الباحثين والعاملين في المجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية على صياغة حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات العالمية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة التنموية 2030 والأجندة الإفريقية للتنمية 2063. كما قمنا بإطلاق مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية بهدف تدريب 10,000 شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال 3 سنوات المقبلة، ودعم إنشاء 100 شركة متخصصة في هذه المجالات في مصر والقارة الإفريقية. كما انتهت مصر الشهر الماضي من استضافة النسخة 21 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، والذي يعد ملتقى لشركات القطاع العام والخاص لعرض أبرز ما توصلت إليه على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإتاحة الفرصة لهم لمواكبة التطورات الحديثة والمشاركة فيها. السيدات والسادة، إننا في مصر نعتز كثيرا بانتمائنا الإفريقي الذي دون الارتكاز عليه لن تؤتي جهودنا العائد الأمثل على الصعيدين المحلي والقومي. وعليه وقد سعت مصر ونجحت في استضافة معمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي، والذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتعزيز قدرات الباحثين والعاملين في المجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية على صياغة حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات العالمية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة التنموية 2030 والأجندة الإفريقية للتنمية 2063. كما قمنا بإطلاق مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية بهدف تدريب 10,000 شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال 3 سنوات المقبلة، ودعم إنشاء 100 شركة متخصصة في هذه المجالات في مصر والقارة الإفريقية. كما انتهت مصر الشهر الماضي من استضافة النسخة 21 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، تتطلع إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع الشركاء في مجالات تكنولوجيا المعلومات واستخدام نظم المعلومات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لربط تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة.
والعمل على ربط الدول الإفريقية ببنية تحتية تؤمن جودة الاتصالات وسهولة نقل السلع والخدمات. أصحاب الفخامة والمعالي السادة الحضور، إن تطبيقات العصر الرقمي قادرة على المساهمة في إيجاد بعض الحلول العملية لقضية تؤرق البشرية الأساسية، وهي مخاطر تغير المناخ وزيادة الانبعاثات والاحتباس الحراري الذي يتولد عنه. وهنا نقدر أنه من خلال العمل المشترك على توظيف التقنيات الرقمية يمكن تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة. وفي ختام كلمة، أود مرة أخرى تأكيد أهمية التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات وضرورة المضي قدما في وضع أطر وآليات تنفيذ وتمويل واضحة لمستقبل العلاقات الإفريقية الأوروبية ترتكز على أسس الاحترام المتبادل والندية والمسؤولية المتبادلة التاريخية، بما يؤمن لأولادنا وبناتنا جميعا مستقبلا أفضل وعالما تسوده الرفاهية والأمان والرخاء. وشكرا. President, I now have the distinct honor to invite His Excellency Juha Sipilä, Prime Minister of the Republic of Finland, to address the House.